سيجتاز 19793 مترشحة ومترشح امتحانات الدورة العادية للسنة الثانية بكالوريا امتحانات دورة يوليوز 2020 هذه السنة على مستوى المديرية الإقليمية لمراكش. وقد بلغ عدد المترشحات الإناث من هذا العدد ما مجموعه 9753 مترشحة بنسبة تصل إلى 49.27%، بينما بلغ عدد المترشحين الأحرار 4780 مترشح بنسبة تصل إلى 24.15%، ومترشحي التعليم الخصوصي قد بلغ عددهم 2764 مترشح ومترشح بنسبة تصل إلى 14%، وعدد مترشحي التعليم العمومي 12249 بنسبة تصل إلى 61.89%. هؤلاء المترشحات والمترشحين سوف يجتازون إن شاء الله امتحانات الدورة العادية للبكالوريا بما مجموعه 95 مركز للامتحان، منها 5 قاعات رياضية نحن نتواجد بإحداها و16 مدرج جامعي، وما مجموعه 1884 قاعة للتدريس عادية. ما يميز امتحانات البكالوريا لهذه السنة كونها تجري في ظروف استثنائية جراء تفشي وباء كورونا ببلادنا، وبالمناسبة نتمنى إن شاء الله أن ينجلي هذا الوباء عن بلادنا في أقرب الأوقات بحول الله مع قوته. إذن قلنا هذه الظروف الاستثنائية فرضت على المديرية الإقليمية لمراكش مثلها مثل باقي المديريات الإقليمية بالجهة وبالمملكة اتخاذ مجموعة من التدابير ومن الإجراءات ذات الطابع الصحي وتوفير مجموعة من الوسائل من أجل دعم السلامة والصحة داخل مراكز الامتحان. وهنا نتكلم عن يعني مواد التعقيم، مواد النظافة، نتكلم كذلك عن العمليات المرتبطة بضمان التباعد الاجتماعي من خلال إنجاح عملية التشوير الأرضي إلى غير ذلك من العمليات. كما لا تفوتني الفرصة بهذه المناسبة أن أتقدم إلى السلطات المحلية والسلطات الأمنية وكذلك إلى المجالس المنتخبة بالشكر الجزيل على الدعم اللامتناهي التي تقدمه للمديرية من أجل إنجاح جميع مراحل تنظيم هذا الاستحقاق الوطني. كما لا تفوتني كذلك الفرصة لكي أشد بحرارة على أيدي السيدات والسادة رؤساء المراكز والملاحظين وكذلك السيدات والسادة المكلفين بمراقبة الإجراء وكذلك جميع الأطقم الإدارية على مستوى المديرية وعلى مستوى مراكز الامتحان وكذلك جميع الشركاء الاجتماعيين للانخراط الإيجابي والدعم اللامتناهي للمديرية من أجل إنجاح تنظيم هذا الامتحان هذا بحول الله مع قوته. كما لا تفوتني كذلك الفرصة لكي أنوه بالدعم وبالمواكبة الإيجابية والفعالة لجميع وسائل الإعلام سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني من أجل أن نقدم الإرشادات اللازمة ومن أجل أن نجعل يعني فترة الامتحانات فترة للدعم النفسي والتحسيس والمواكبة الإيجابية ولكي نجعل امتحانات البكالوريا لدورة يوليوز 2020 امتحانات مميزة إن شاء الله في تاريخ المملكة. نحن كما تعلمون بأننا في طور الاستعدادات أو اللمسات الأخيرة لإجراء امتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020. إذن في هذه السنة هذه الامتحانات تأتي في ظروف استثنائية على اعتبار أن المغرب كما العالم يعيش ظاهرة الوبائية وهي ظاهرة كوفيد 19. هذه الظاهرة التي فرضت علينا اتخاذ مجموعة من التدابير داخل هذا المركز كما هو الشأن بالنسبة للجميع. من تلك التدابير التي تم اتخاذها من أجل مرور هذه الامتحانات في أجواء طيبة وسليمة وهو الالتزام بالقواعد الاحترازية التي سطرتها الوزارة والتي تتمحور بالأساس حول تباعد احترام التباعد المكاني وأيضا الالتزام بكل قواعد السلامة والصحة، من ذلك اتخاذ مجموعة من الخطوات حيث أننا تم إحضار مجموعة من الأشياء التي تخدم هذا الجانب الصحي، يتعلق الأمر بالمعقمات ويتعلق الأمر بالكمامات أيضا والواقي الشفاف.
وتم وضع مجموعة من علامات تشوير الأرضية والعمودية حتى تمر الأمور بكل سلاسة من أجل ضمان السلامة لكل المتدخلين في هذه العملية التي هي أساس في تطوير المنظومة التقويمية. إذن ففي هذا المركز عدد التلاميذ الذين سيجرون الامتحان في هذا المركز أو هذه القاعة المغطاة 83 تلميذ بالنسبة للقطب الأدبي مسلك العلوم الإنسانية، وسيجرى امتحانات البكالوريا ستجرى يومي 3 و4. بالنسبة للأيام الأخرى الامتحان وهو المسلك العلمي وهو شعبة علوم الحياة والأرض ستجرى يوم 6 و7 و8. عدد المترشحين 133، 67 من الذكور و 66 ديال الإناث. مجموعة من المجهودات المضنية التي تم اتخاذها لأجل أن نكون في الموعد، لا سيما وأن الوزارة الوصية قامت بكل ما يلزم من أجل التنزيل، على اعتبار أن البكالوريا هي يرتبط مؤشر المصداقية فيها ومؤشر الفعالية يرتبط بالنجاح، يرتبط بالقدرة والفاعلية في تنزيل تلك السياسة أو تلك الخطوات المنهجية التي تم رسمها، إن على المستوى البيداغوجي أو على المستوى البيداغوجي، حيث أنه تم إعداد مجموعة من الدلائل المرجعية. على المستوى اللوجستيكي كما أسلفت تم استحضار مجموعة من المعقمات، الكمامات، وكذلك مجموعة من الحواجز الشفافة لفائدة المتعلمين والمتعلمات، وكذلك لفائدة الأطر مراقبة الإجراء والأطر الإدارية. على المستوى التواصلي لتعزيز الفعل التواصلي تم أيضا إنتاج مجموعة من الكبسولات الرقمية، مجموعة من الملصقات.